السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المؤرخ. النهارده ان شاء الله هنكمل سلسله اصحابي الجليل خالد بن الوليد، وهنتكلم ازاي اتحول من جندي في صفوف جيش المسلمين لقائد للجيش. قبل ما ابدا حابب اشكر كل الناس اللي بتدعمني، بجد شكرا ليكم. يلا بينا. في يوم بعت النبي صلى الله عليه وسلم رساله مع صحابي الجليل الحارث ابن عمير، بعته لشمال الجزيره العربيه، واللي كان بيعيش هناك اكتر من قبيله، ومن اشهر القبائل دي قبيلة لخم وجزام وبلقين وبهراء وبلا وغسان وقضاعة وغيرها من القبائل. وكان كتير من القبائل دي على الديانة النصرانية، وكانوا تحت راية الدولة الرومانية. المهم بعت النبي رسالة صلى الله عليه وسلم إلى ملك بصرة بيدعو للإسلام، واعترض طريقه شرحبيل بن عمرو الغساني، وده كان والي من هرقل على منطقة البلقان. اعترض طريقه وقتل حامل الرسالة الحارث ابن عمير، وقتل الرسل كانت تعتبر جريمة كبيرة جدا. ومن هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز الجيش لرد الاعتداءات عن الدولة الإسلامية، ولأن أعداد القبائل اللي في المنطقة دي كبيرة ده غير المساعدات اللي هتيجي من دولة الروم، فجهز جيش قوامه 3000 مقاتل، وده كان يعتبر أكبر جيش إسلامي خرج من المدينة. والنبي ولى قيادة الجيش لزيد بن حارثة، وبعدها قال إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. طيب ليه النبي عين 3 أمراء على الجيش؟ لأنه كان متوقع إن الحرب دي هتكون قوية وشرسة، وعمل ده علشان تأمين الجيش. وكان في وسط صفوف الجيش سيدنا خالد بن الوليد، وكان عدى على إسلامه 3 شهور، والغزوة دي كانت أول اختبار لمعرفة إيمان سيدنا خالد. وخرج الجيش من المدينة في جماد الأول سنة 8 هجرية الموافق أغسطس سنة 629 ميلادية، وكانت مهمة الجيش زي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة هذه القبائل للإسلام، تاني حاجة هي قتل شرحبيل بن عمرو الغساني ومن عاونه. وتحرك الجيش ووصل لمنطقة معان، وعرفوا أنه في انتظارهم قوة كبيرة جدا من الروم، وكان عددهم 100,000 مقاتل، ومش بس كده لا، و100,000 من قبائل العرب النصرانية اللي ذكرناهم في الأول، وكده 200,000 مقاتل ضد 3000 من المسلمين. والكلام ده ممكن يتفسر لأكتر من معنى. أول حاجة إن ممكن يكون الرومان ما يعرفوش عدد المسلمين، فجهزوا جيش يفوق أي عدد هيجي من المسلمين، أو عرفوا فعلا عدد المسلمين وأرادوا استئصال الجيش تماما علشان ما يكونش ليهم قومة تاني، أو إن هرقل عارف إنه بيحارب نبي وأتباع نبي علشان كده جهز قوة خارقة لعله يهزم هذا الجيش المؤمن، أو يمكن حصل كل التوقعات دي. طيب كده عرفنا موقف الرومان من تجهيز كل الأعداد دي. الغريب هنا إن العرب جمعوا 100,000، وده على غير عادتهم، لأنه معروف عنهم عدم الاتحاد وإنهم بيقتلوا بعض على طول، وده ليه تفسير واحد بس وهي إشارة هرقل ليهم. وهنا اجتمع المسلمين وعملوا مجلس مشورة، وظهر 3 آراء. الرأي الأول هو إرسال رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم تخبره بالأحداث، وطبعا الرأي ده ما كانش واقعي، لأن الطريق ما بين موقع الجيش للمدينة بياخد أسبوعين رايح وأسبوعين جاي، وهنا الوضع ما يسمحش. أما الرأي الثاني كان بيشير للانسحاب لعدم توافق القوى ما بين الطرفين، وهنا قام الصحابي عبد الله بن رواحة وقال يا قوم إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. ولما سمع المسلمين ده قالوا صدق ابن رواحة، واجتمع رأي المسلمين على القتال، وبدأوا في اختيار مكان المعركة، واختاروا منطقة مؤتة، وجات ساعة الصفر وبدأ جيش المسلمين بالهجوم، وكان يحمل الراية سيدنا زيد، ودار قتال عنيف بين الطرفين. واستشهد سيدنا زيد بعد ما أظهر قوة وشجاعة في القتال، وحمل الراية من بعده سيدنا جعفر بن أبي طالب، وازداد القتال على الرومان وسقط كتير منهم، ولكن اجتمعوا مجموعة منهم وبدأوا في قتال سيدنا جعفر، وقطعوا يمينه، فحمل الراية بشماله فقطعوا شماله، فحضنها بعد ضيه قبل أن يسقط شهيدا. وفي حديث لعبد الله بن عمر رواه البخاري بيقول فيه وقفت على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني مفيش ولا ضربة فيهم في ظهره، وقف ومفكرش يهرب، وسبحان الله ربنا بدله ذراعيه بجناحين يطير بهم في الجنة. وحمل الراية من بعده عبد الله بن رواحة وقاتل بقوة عظيمة، والراجل ده قبل ما يخرج من المدينة كان بيدعي ربنا أن يرزقه الشهادة، واستجابت دعوته واستشهد. وحمل الراية من بعده الصحابي ثابت بن أكرم، فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، فقالوا أنت، فقال ما أنا بفاعل، وراح لسيدنا خالد وقال له أنت أعلم بالقتال مني، ورد سيدنا خالد وقال له أنت أحق بها مني،
أنت ممن شهدت بدرا؟ فقال والله ما حملت الراية إلا لك. وحمل الراية سيدنا خالد، ودي كانت أول قيادة من سيدنا خالد لجيش المسلمين. وسبحان الله قاتل كما لم يقاتل من قبل. وذكر سيدنا خالد أنه تقصر في إيده 9 سيوف يوم مؤتة، وما استحملتش في إيده إلا صفيحة يمنية. الصفيحة اليمنية دي عبارة عن سيف عريض. عايزك تتخيل معايا 9 سيوف علشان يتكسروا، قتلوا كم واحد؟ واستمر القتال من الصباح للمساء، ولما جه المساء كل جيش بعد عن التاني علشان الراحة. وهنا بدأ سيدنا خالد في تنفيذ بعض الخطط. أول حاجة بدأ بيها خلى الخيل تجري ورا الجيش المسلم طول الليل لإثارة الغبار، وده يوحي للروم إن في مدد مستمر جاي للمسلمين طول الليل. ولما يشوف الروم ده شوف هيحصل فيهم إيه. لما كان في 3000 مقاتل بس بيحاربوا 200,000، فتخيل بقى لما يجيلهم مدد هيحصل إيه. وتاني حاجة غير من ترتيب الجيش، خلى الميمنة ميسرة والعكس، وعمل نفس الشيء في المقدمة والخلف. ولما شاف الرومان ده تاني يوم حسوا إنه فعلا في مدد جه، لأن اختلفت الرايات وترتيب الجيش. الحاجة التالتة إنه خلى مجموعة من المسلمين على تبع عالية خلف الجيش المسلم، كل شغلانة بتاعتهم إنهم ينتشروا على مساحة واسعة لإشعار الرومان بالمدد المستمر. فكده في مدد جه للمسلمين ولسه في مدد مستمر. وهنا سبحان الله شعر الرومان إن سيدنا خالد بيسحبهم لكمين في الصحراء، وترددوا في التقدم، وقفوا في أرض القتال خايفين يتقدموا أو يقتلوا. وبالفعل نجح سيدنا خالد بالتراجع بالجيش لعمق الصحراء، وبدأ في رحلة العودة للمدينة. وهنا عايزين نتكلم في نتيجة المعركة، هل كانت نصر للمسلمين ولا هزيمة ولا مجرد انسحاب ناجح؟ أنا هذكر هنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها قرر أنت شوفها نصر ولا هزيمة. وهنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة قبل الجيش ما يرجع للمدينة، فقال أخذ الراية زيد فأصيب فأخذها جعفر فأصيب فأخذها ابن رواحة فأصيب وعيناه تبكيان، ثم قال أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. وده بيشير للفتح والنصر للمسلمين. أما بقى لو حسبتها على عدد القتلى بين الطرفين، فأنا عايزك تتخيل معايا 200,000 مقاتل ضد 3000 مقاتل. وهنا المفاجأة، استشهد من المسلمين 12 واحد، 12 واحد، وكان منهم القادة الثلاثة. احسب انت بقى شوف كام واحد مات من الروم على ايد القادة الثلاثة قبل استشهادهم، ولا اللي تقصر عليهم 9 سيوف من سيدنا خالد. ودي كانت بداية الاحتكاك مع دولة الروم اللي كانت تعتبر من اكبر الدول في العالم في الوقت ده، واللي هتسقط على ايد المسلمين بعد كده. وفي النهاية مننساش تعمل شير ولايك للفيديو وتشترك في القناة وتكتب رأيك في الكومنت، هل كان ده نصر للمسلمين ولا هزيمة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.